بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في روضة القرآن. في هذه الحلقة 70 بعد 104 نتناول آيات من سورة فصلت. وقد حكينا في الحلقة السابقة عن أن قريش جاءت تساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون له: يا رسول الله، إن كنت تريد بما جئت به لهذا القرآن مالا جمعنا لك الأموال وجعلناك أغنياء، وإن كنت تريد بما تنادي به أن تكون ملكا جعلناك ملكا علينا، وإن كنت تريد أن تقول أو أن تتزوج النساء زوجناك أجمل نسائنا، وهكذا. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامهم فقال لهم: اسمعوا. دي بقى سورة فصلت، يمكن ذكرنا في الحلقة الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. طبعا الكلام واضح جدا، مش محتاج منا أي شرح. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. قلوبنا في أكنة، في غلاف كده يمنع وصول الكلام إليه. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يعني إحنا مش فاهمين حاجة من أنت تقول ولا فاهمين حاجة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. النبي عليه الصلاة والسلام بقى بيرد على الناس اللي هم بيقدموا له الإغراءات وعاوزينك تبقى مالك علينا وعاوزينك تبقى أغنى واحد وعاوزينك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. يبقى حضرة النبي لا يقبل أن يكون مع الله إلها آخر أبدا، ولو أن يكون ملك ولو يكون أغلى الناس ولا. فإنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. شوف المشركين دول بقى الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون. في ناس كتير للأسف الشديد تقول لك: احنا بنشهد أن لا إله إلا الله ونقيم الصلاة نصلي ونصوم، إنما الزكاة لا، حتى هذه اللحظة. ودائما الله سبحانه وتعالى لا يقبل إيمانا ناقصا. يعني بتحب ربنا يبقى لازم تصلي وتصوم وتزكي، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، تصوم رمضان وتحج البيت، ناقص رك ناقص الدين بتاعك. عشان كده ربنا وصف المشركين قال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يعني هو مش مشرك انه جعل مع الله إلها آخر، لا، مشرك بانه ترك ركنا من أركان الدين. في ناس اليومين دول ما بتطلعش زكاة خالص وغنية جدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء وفد قريش يساومه يقول له: يا محمد، إن كنت تريد بما جئت به أن تكون أغنى الناس جمعنا لك المال فصرت أغنى، وإن كنت تريد بما جئت به أن تكون ملكا جعلناك ملكا علينا وعلى العرب، وإن كنت تريد بما جئت به أن تتزوج النساء جمعنا لك أجمل النساء. فحضرة النبي عليه السلام قال للوليد: طيب هل انتهيت؟ اسمع بقى، اسمعني. قل أئنكم لتكفرون، دي الآيات اللي حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاها على الوليد. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. لتكفروا بالله اللي خلق الأرض في يومين؟ يعني انتوا عاوزين آلهة مع الله، كواكب ونجوم وأصنام، ها؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا أشباها ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها الجبال وبارك فيها. ومعنى بارك فيها ان انت لما ترمي الحبة ما تديلكش حبة تديك 100 حبة 1000 حبة. احنا بنرمي بذرة القمح وتدينا سنابل، بندي بذرة الذرة وتدينا كيزان ذرة. دي البركة، ان انت تدي حبة فتديك الاف، لكن لو كل حبة بترميها تديلك حبة انت عملت ايه؟ وبارك فيها. وجعل فيها رواسي من فوقها اي الجبال وبارك فيها، تديلك رزق كتير. وقدر فيها اقواتها، ربنا سبحانه وتعالى قدر في الارض أقوات المخلوقات اللي على الأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقدر فيها أقواتكم،
الارض تكفي لاقوات المخلوقات اللي عليها. واحد يقول لك هيبقى في ندره في الطعام، ندره في الوقود، ندره في المعادن، ندره في سبحان الله الخلق اللي ربنا خلقهم عمل لهم رزق في الارض. وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء مستقيم، يعني سبحان الله جعل لكل مخلوق رزقه قبل ما يخلق. يعني انا اقول لك على حاجه غريبه جدا، قدر فيها اقواتها في اربعه ايام. يعني والله العظيم يعني مش عايز اقول لك هذا فتح لاول مره اشعر به. ازاي ربنا سبحانه وتعالى قدر في الارض اقواتها وخلق فيها ارزاق العباد قبل ان يخلقها؟ يعني حاجه وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين. ثم استوى الى السماء وهي دخان. وبعد كده يقول لك يا السماء اتخلقت الارض الاول ولا الارض الاول؟ اهو خلق الارض في يومين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال له للارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اتينا طائعين. لما قضى الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فقضاهن سبع سماوات في يومين. لو انت جيت تحسب ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الارض في يومين وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام، كويس؟ وبعدين دلوقتي بيقول فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها. يبقى لو انت جيت تحسب اثنين وبعدين اربعه يبقى سته، واثنين يبقى ثمانيه. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظها ذلك تقدير العليم بالعلم. ازاي؟ لكن الله عز وجل خلق الارض في يومين ثم استوى الى السماء فقضاهن في يومين، وهو سبحانه وتعالى يخلق السماء كان يعد اقوات الارض في هذول الست ايام. يبقى كانه الارض يومين، ويومين من الارض كان سبحانه وتعالى يخلق السماء بعلمه. يبقى هما دول الاثنين وهم والاربعه يبقوا سته. بعد كده قالت اليهود لقد استراح الله في اليوم السادس، في اليوم السابع، فربنا قال لا، ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب، يعني ما تعبناش. وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لا وللارض فيها طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظها ذلك تقدير العزيز العليم. حضرة النبي بيقرا على الوليد ووفد قريش، فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. فالوليد قام ورحطت ايده على بق النبي قال لا تفعل يا محمد، لا تفعل يا محمد، لانه عارف انه لو دعا محمد على قومه هلكوا كما هلكت الامم السابقه. يعني شوف مكذب مشرك كافر بالله، بس عارف ان النبي محمد لو دعا على قومه هلكوا، زي ما دعا نوح، زي ما دعا موسى على فرعون وملئه، زي ما دعا الانبياء من قبله زي قوم عاد وثمود. فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. فقام الرجل وحط ايده على بق النبي قال لا تفعل يا محمد، ارشدك الله والرحم، ارشدك الله والرحم. يعني الرجل فاهم. انت تقرا هذه الايات على الاف المسلمين ما حدش فاهم حاجه. يعني انت بتقول لهم ربنا خلق الارض في يومين وجعل فيها رواسي وبارك فيها ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال له وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. سبحان الله، سبحان الله، تنزيها لله، يا عظمه الله، كذا وكذا. ما حدش فينا بيحس. فإن أعرضوا عن هذه الآيات فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. الناس اللي قبل كده لو ربنا كان عاوز يبعثنا كان بعثنا ملائكة، وأنتوا أحسن مننا في إيه؟ هتقعدوا تقولوا لنا قال الله قال الرسول. بعض الناس عايشين هذه الأيام، بعض العصارة يعني، شمتانين في المؤمنين، بتقولوا قال الله قال الرسول، ده مش عارف ايه، ده احنا بنعبد ربنا قبل منكم، ده احنا عند ربنا احسن منكم، ده العاصي عند ربنا احسن من الطائع. ازاي اتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فانا بما ارسلتم به كافرون. ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.